هو مش كذا وبس ندى، هو أهم حاجة إنه المرأة ما تسمح لكلمة عانس إنها تأثر عليها. ليه؟ صح. لأنه العنوسة ليست امرأة من كتب لها الزواج. العانس هي اللي تصحى كل يوم الصبح وتلاقي بجنبها رجال نايم تزوجته عشان تنعم بزواج مستقر، لقت قلة احترام، قلة حشيمة، قلة تقدير، قلة احتواء، اكتشفت إنها عالقة في مكان ما تنتمي له، توقعت إنه الحب يجي بعد الزواج وإنه إنجاب الأطفال ممكن يغيروا واقع تعيشه، فشل الأمر، لم يتحقق ذلك. تذكري دائماً إنه تكوني متزوجة أو مطلقة أو أرملة راح تظلي دائماً امرأة لم يزدها الزواج كرامة، ولن ينقصها الطلاق أنوثة، ولن تخجل إذا صابتها عنوسة.